اليوم ان شاء الله غتعرفي على السر اللي غيخلي لك مطيشه حمراء. الا كانت صفراء، الا كانت صفراء غيخليها حمراء ان شاء الله باش تستعمليها وانتي مرتاحه في اي طبق وجدتي، في اي شهيوه وجدتي غتكوني مرتاحه وعاجبك الحال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اهلا وسهلا بحنا متتبعين ومتتبعات. بسم الله على بركه الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره غزاله غزاله بزاف ان شاء الله، غتفيدكم في رمضان وفي غير رمضان ان شاء الله. في هاد الشهور كنستعملوا مطيشه بزاف، وهاد الفكره راها زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله. الا كانت عندنا مطيشه بحال هكا حمراء ومرمله وزوينه مزيان كنديروا في الحريره كتجي حمراء وزوينه وغزاله، ولكن الا كانت عندنا مطيشه صفراء جاتنا صفراء وما فيها ما يدار، يعني صفراء هي زوينه ولكن صفراء اللون عندها صفر، ان شاء الله اشنو غادي نديروا باش تولي لنا حمراء وتعطينا اللون زوين؟ كنضيفوا ليها هذه، كنقطعوا هاد الباربه او الشمندر مرصويات وكنلحوهم في الطنجره مع داك الماء اللي كطيب فيه مطيشه باش كيطلق لينا اللون احمر كتولي غزاله وزوينه، وما كونوا على يقين انها ما غاديش تطلق لكم المذاق ديال الباربه، راها زوينه والباربه مفيده وغتعطينا واحد اللون زوين وغزال ان شاء الله. باللي كنطحنوا هذيك لاصوص وكتطلق لينا الحموره فيها في ديك الماكينه اليدويه كما قلت لكم، لان الا درتوها في الخلاط الكهربائي كيمشي اللون ديالها وكيولي باهت وما زويناش ديك السرعه ديال الخلاط الكهربائي. من الاحسن انكم ديروها في ديك الماكينه اليدويه باش كتبقى مطيشه زوينه ولذيذه وخاطره بحال المربى او الكوفيتير. هذه الماكينه اليدويه هذه افضل من الخلاط الكهربائي، كتخلي لنا الزريعه هنايا وكتخلي لنا القشور ديال المطيشه وكدوز غير الخطوره من هنايا، المطيشه بحال المربى خاطره بحال الكوفيتير زوينه وكتبقى زوينه والمذاق ديالها زوين وكتحافظ على اللون ديالها. كنتمنى تستعملوا هذه عوض الخلاط الكهربائي. المكون الثاني ان شاء الله اللي غنضيفوا لهاد المطيشه كما قلت لكم الا كانت صفراء ما حمراش، غنضيفوا ليها هاد الفلفله حمراء. هاد الفلفله الحلوه كتعطيها واحد اللون حتى هي زوين بزاف، كنقطعوها قطع صغيره وكنرميوها معاها حتى كطيب باش كتعطينا لاصوص حمراء بحال هاد الفلفله وما كتبقاش لينا مطيشه صفراء. وبتديروا البيتزا او اي حاجه بتتصايبوا بها ان شاء الله تكون حمراء ولذيذه. وهانتوما الفلفله حمراء يعني لاصوص غتجيكم حمراء كيف ما بغيتوها ان شاء الله، وخاصه في رمضان كنستعملوا لاصوص بزاف كما قلت لكم في رمضان كنستعملوها بزاف بكثره. وكنتمنى رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير والسلامه ان شاء الله للجميع، ودخلوا لنا بالصحه والسلامه. كنتمنى هاد الافكار ان شاء الله تعجبكم ديال اليوم وتكونوا استفدتوا منها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.